لقد كان دستور النبي صلى الله عليه وسلم القويم وقانون النبي عليه الصلاة والسلام المستقيم في بناء شخصية الفرد والمجتمع وترسيخ قواعد الحضارة والعمران هو الامتثال لقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. بيوجهنا أو بتوجهنا الآية الكريمة لما فيه إن إحنا نمتثل لما في هذا الدين من جوامع الأخلاق والقيم اللي هتخلي من الإنسان إنه يقدر ينزل منازل الأبرار ويلحق بمقاعد الصديقين والمصلحين من خلال إنه يتخلى عن كل الرذائل ويبعد نفسه عن كل الشرور والآثام والفساد ويبعد نفسه عن المجاهرة بالمعاصي، لأنه استشرد في بعض مجتمعاتنا إن الناس النهاردة أضحت تجاهر بمعصية الله ويخشى على فاعل ذلك من إنه يؤخذ بعذاب أليم. نرجو أن الناس إذا أصبت بمصيبة المخالفة لأمر الله ما تطلعش تجاهر بيها فتأذي صالح المؤمنين وتشيع الفساد وكأنه أمر عادي في المجتمع. أخلاق كثيرة سادت في بعض مجتمعاتنا، نرجو أن يعودوا هؤلاء إلى رشدهم في ذكرى ميلاد الحبيب بالتخلي عن الرذائل والشرور والفساد والمجاهرة بالعصيان، وإلى ينتقلوا إلى التحلي بالخير والعمل الصالح والبر والقيام بالعمران ومحبة الخير للغير، تحب الخير للناس زي ما بتحبه لنفسك. وفي ذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل أي العذاب الشديد لذلك الذي سيذكره صلى الله عليه وسلم، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. المعاني دي كلها بتؤكد على جملة المنافع والمصالح اللي حصلت للإنسانية والمخلوقات من ميلاد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره سبب ومظهر لحصول كل خير تغتنمه البشرية في الدنيا والآخرة، خاصة هذا النموذج الإنساني الكامل والقدوة الفريدة اللي أشاد به المخالف قبل المحب. وده بيقتضي من المسلمين من المؤمنين والمؤمنات يقتضي بذل الشكر لله ولرسوله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بإظهار السرور والفرح والبهجة بذكرى المولد العطرة بشتى المظاهر والأساليب المشروعة، وذلك امتثالا لقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.